أنا لقيت الناس حوالي الساعة 5 الصبح، 5 الصبح، 5:30 الصبح، تخبط على البيت على الباب وأنا نايم. خرجت ببص، يعني لسه بفتح التلباس عشان أشوف فيه إيه، يعني البيت كله بيتعب، لسه ببص عشان أشوف فيه إيه. لقيت البيت ده، الباب ده بيتزق عليا، وعيال البلطجية راحت واخدانا على بعضها هنا، بقى بسلاح أبيض، واللي ماسك طبنجة على البيت كلهم مثلا. فبص لقيت بقى العالم دي داخلة، واحد حاطط سكينه في رقبه مراتي وبتاع، والعيال دي اتفزعت. كان عندي فلوس هنا اتسرقت، مش هقول لك لا. خرجت بره، زقيته وخرجت بره على السلم. بقت الخناقه بيني وبينهم، يعني بقى واحد مثلا يضربني بسنجه، واحد يضربني بدي، كل حته في جسمي انا متعوره. يعني انا كنت واخد ديت في دماغي، انا هو واخدها بس. وادي رجلي برضه نفس القصه، واخده غرز، وهنا برضه نفس القصة في الشد والتنزيع. هو هنا في كتفي، واخد دي برضه نفس القصة، غرز زي بس أنا أول مرة أفكها أهي. بس غير طبعا دراعي بقى الأوتار متقطعة فيه وشرايين وبتاع. إيه؟ 52 وتر في دراعي مكتوبين هذا، وعصب وشرايين، ولدرجة ان انا لحد دلوقتي على ذمة المستشفى. انا خرجت امبارح، يعني خرجت من المستشفى ورجعت تاني، جبسولي دراعي امبارح. انت كنت شفت دراعي كان مفكوك، جبسولي دراعي تاني بسبب اللي فيه. انا اسمي سيد عامر سيد، وعم عمرو. ايه اللي حصل؟ الساعة 6 الصبح يا ابني انا سمعت اصوات، قمت من النوم مزعوف، خرجت لقيت واد واقف، واحد واقف هنا وواحد تاني واقف هنا كده، ده ماسك سيف والتاني ماسك رشاش. لقيت في صدري في ايه، في خش جوه. انا اتلبخت، انا مش عارف صدقني ورسول الله يا ابني، ما انا ما اعرفش دول مين ولا مين. دخلت جوه، وقفت هنا مفيش. انا خرجت البلكونه جري عشان اشوف ايه، لقيت واحد ماسك مسدس وراح ضارب 30 وخش جوه. بقيت انا محتار، لا عارف هنا ولا هنا. جيت طلعت جاري على فوق، لقيت ابن اخويا مرمي في الارض. نزلت قعدت هنا مش عارف اقعد، واللي ما اقعد اقع، لان ابن اخويا وفي قلب البيت، وانا ما عرفتش احميه من العيال دي. انا ما اعرفش دول يا ابني، صدقني ورسول الله. لقيت عيل صغير كده اسمراني، عينيه مدوره كده، راح مديني بالبنيه. خش يا مرمي. ايه يا ابني في ايه؟ انا فكرته بليس، لقيته بيطلع حاجه من جيبه زي ما يكون هيطلع مطوه ولا حاجه هيضربني. انا خرجت اتخضيت، ببص لقيت سيوف، سيوف كده بتخبط فوق، بس برضو ما اعرفش ان برضو ان في هم عند ابننا فوق. فجينا لقينا اللي واقف طبنجه تحت واللي فوق، ويلا احنا الساحل، وضرب سنك في الشارع والعربيات والدنيا دشدشه. احمد رمضان سالم رزق الباجوري اخوهم، اللي هم بيتبلطجوا بيه عشان في امين الشرطه، بيهددوا الناس، هما زالوا بيهددوني لحد دلوقتي برضو. وانا لقيت بابي شقتي متكسر عليا برضو من بلطجه منهم، وجايب لي سوابق، والسوابق دي كلها من قلب المنطقه ومن قلب الشارع، وانا عارفاهم شكل شكل. لما لقيت جوزي بيتقطع مش عارفه اعمل له حاجه، خرجت اصوت من الشباك محمود القرموطي اللي هو كان محبوس برضو، خرج من السجن وبيهدد الناس على طول بالطبنجه، اي خناقه يطلع يضرب في الهوا عشان يخوف الناس منه بالطبنجه اللي هو سارقها. محمود الباجوري برضه اسمه محمود جميل. دول من الساحل؟ دول من الساحل، كل دول من الساحل. هما بيتحاموا في عيال عمهم، بيتحاموا بالكتره. واول مره برضه تهجموا عليه وما رضيناش نتكلم، تاني مره اقوله في قلب بيته من البلطجه، وكل اللي بيقولوه عشان ما فيش حكومه، عشان ما فيش حكومه يعملوا اكتر من كده. اخر تهديدات وصلت منهم امبارح على اساس ان انا عندي جلسه يوم السبت اللي جاي ده، ان انا لو ما اتنزلتش عن القضيه، لان هي معموله لهم شراء في قتل، لان انا لو ما اتنزلتش على القضيه، يا اما يجي يضربوا البيت هنا الغاز اللي تحت يكسروه، يا اما يدلوه على مرات انا والشقه ميه نار.